حسناً التالي. حسناً، ماذا لو طلبت منك زيارتنا لمساعدتي في حل مشكلة مع أبي؟ آتي بكل سرور، سأساعد والدك على نسيان عشقه لسباق الخنافس. الموضوع أصعب مما تعتقد حقاً. لا بأس، دعي والدك لي، فأنا باختصار متسلق القمم. أنت ماذا؟ اختصار لقب ناتج عن عبقريتي في حل المشاكل. يا للروعة، متسلق القمم الرائع، رئيس أركان، حلال قدير لمئة مشكلة، فقد دعي الأمور لي أنا. الاختصار كان سهلا. إذن ما هو برنامجك الليلة؟ باني. مرحبا. سأدور وأدخل من الحديقة الخلفية. حسناً حسناً. لحظة واحدة. أهلاً إلى بلدتنا. أخطأت المنزل. من أنت؟ أوه لا، أمي، ملابسي، ملابسي. أحلى. باتريك، جودث، تشرفنا. تفضلوا كيك. أنا شكراً على الثياب باتريك. آسف، هذا ما لدينا. كما ترى نحن لا نلبس إلا القشر، كما تحتم علينا تقاليدنا منذ فجر التاريخ البعيد. بالرغم من رغبة البعض منا في إظهار جوهره لا مظهره، بعكس البعض منا، هل تتخيل كيف كان وضعي في المدرسة؟ كانوا ينادونني فول أوتوماتيك. إنها سخافة الصغار. بالضبط، شكراً. وكأنما النقش إيموجي أبله على حبة بطاطا. الموضوع صعب، هل تفهمين مدى خطورة ظهورك بلا قشر في الهواء؟ لو نظرنا، دبدوب لا يلبس إلا تي شيرت، والأستاذ توست حذاء وقفازات، وصاحبنا الديناصور بشحمه ولحمه. الحق يقال، القانون غير واضح تماما بشأن طبيعة الملابس في مدينتنا. لقد غضبت الأم، انظري لمدى تأثرها. ولكن لا دموع. الجراح تكمن في داخل القلوب جامبول. الأغرب من هذا، هل تتخيل الوضع في الحمام أيضا؟ انسى انسى باني، إن قشرتك الخارجية هي تراثك وتراث أجدادنا الفوليين. ما هذا المنطق الذي تتحدثون به؟ لقد كان أجداد أجدادنا بدائيين في حياتهم، وأنا لا أرى أنكم تعيشون في مغارة الآن. إنه موضوع بسيط عندك، اسمعي هذه القصة. إذن في أحد الأيام كانت هناك فولة مثلك خرجت من قشرتها في عالمنا الخطير اليوم. وبعدها لقد اختفت. بعد 80 سنة. أمر بسيط.